اي مصباح؟ مصباح اللي جاب لي اياه فواز جزاه الله خير. هذا المصباح يكون معاهم يعطوني اياه. وتشوف هني في علامه نفس العلامه اللي تأكدوا من الموضوع هذا تقدرون تسألون رياض، رياض الصحفي راح يعطيكم معلومات وايد. وبما انه ساعدته سالم يكون راس مجموعة. يعني طلعت روحك. أنا أول ما اختفى الوالد بلغت. لو أنا ذبحته ليش اتصرف التصرف ها؟ يعني قدرت تطلع بروحك؟ ناصر اهدى شوية ناصر. لا مو خلاص ناصر، ما خلصنا ناصر. بعدين اسمعني اهدى. اسمعني انت، اسمعني اسمعني. أنا كم مرة قلت لك لا تدخل بشغلي؟ هذه آخر مرة اسمحلك تتدخل بشغلي، فاهم؟ ناصر اهدى. ايش تبي؟ ترى ريلي مكسورة ناصر بالعدال علي. انت انا ما راح اصدقك، ما راح اسمح لك تذبح، ما راح اسمح لك خليك تضحك علي، ما راح اسمح لك تضحك علي. انت فاهم؟ انا متاكد ان انت ذبحته. اي ذبحته. اخي ناصر انت ايش قاعد تقول؟ انت ما عندك دليل ضدي. دليل قاوم موجود هني. عندك وايد دلائل ضد ناس ثانيه. ما خلصنا، قلت لك ما خلصنا. انا متاكد انت اللي ذبحته. اي نعم انت اللي ذبحته. استغفر الله رب العظيم واتوب اليه. ناصر ناصر. عنيد وما تسمع الكلام يا ناصر. عنيد صدقته؟ قولي صدقته؟ ايه صدقته. ما عندك اي دليل عليه واللي يوم كلهم اثبتوا عكس اللي تبيه. ايش تبينا نسوي؟ ايش تبينا نسوي يعني؟ نروح ورا ربع ابو محمد واولهم سالم. وطلال؟ طلال 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 ذبحتني بطلال. طلال نظيف وما عليه ولا شيء. خلاص لا عندك لا أداة جريمة، لا عندك بصمات، لا عندك ولا شيء عليه. احمد ربك لقينا عليهم دليل خلاص.